المميز الذي يجمعنا هنا في جامعة دوامة. ونود أن نقدم كلمة الشكر للسيد كريب عبد المجيد رئيس عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة والوفد الموافق له، وللسيد عبد الهادي الزهوري المدير الإقليمي للشباب بإقليم العرائش، وللسيد بوسلام رحائم مدير سوسيو الرياضي بالمركز الوامرة. كما نتقدم بالشكر ايضا لمجلس جامعه العوامره برئاسه السيد عبد الخالق بسنتي والسلطات المحليه بقياده السيد القائد وسيريه الدرك الملكي والهلال الاحمر المغربي، ولكل المساهم من هذا الدوري هو استعداد الجمعيات الرياضيه للاستحقاقات الجهويه والوطنيه ومنح الملاكمين والملاكمات فرصه للاحتكاك واكتساب الخبره، وهي فرصه كذلك للمطر وللمدربين لمعرفه مستوى الابطال ومدى جاهزيتهم للمنافسه المقبله. هذا الحدث ليس فقط منافسة رياضية، بل هو إعطاء إشعاع من بوابة رياضة الملاكمة وتعريف بالموقع وبالمؤهلات الطبيعية التي تزهر بها جامعة دوامنا، وكذلك نشر وترسيخ الثقافة الرياضية الذي هي أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة. والهدف أيضا من هذا النشاط الرياضي هو تحفيز وتشجيع الشباب القروي على ممارسة الرياضة وغرس القيم الحميدة في نفوسهم وتوعيتهم بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة والابتعاد عن السلوكيات المشبوهة الغير المرغوب بها بالمجتمع.